دلوقتي في مقر شركة LG علشان نقابل الفايزة بمسابقة LG للأبطال لشهر مايو، واللي كانت عن أكتر حد عمل خير مميز في شهر رمضان الكريم، والجايزة هي شاشة LG Ultra HD 86 بوصة. عرفنا بنفسك؟ أنا عادل أحمد، مسؤول التدريب في شركة LG، مسؤول منتج الشاشات والصوتيات. كلمني عن جائزة شهر مايو ومميزات الشاشة الألترا HD 86 بوصة. طيب، جائزتنا في شهر مايو هي أكبر شاشة LED موجودة في مصر، وهي 86 بوصة، والشاشة دي بتتميز إن هي فيها أعلى تقنيات الشاشات على مستوى العالم، وهي تقنية الآي باس بانل، ودي ميزتها إن هي بتديني زاوية رؤية مفتوحة معايا سواء بتفرج من اليمين أو من الشمال، بالذات في الحجم الكبير 86 بوصة. كمان بتديني ثبات لدرجات الألوان من غير أي تغيير ليها. الميزة التانية كمان اللي بتدعمها لنا LG في شاشاتها دايما، وهي تقنيات الذكاء الاصطناعي. احنا عندنا معالج قوي جدا اسمه الالفا 7، المعالج ده ميزته ان هو بيقدر يختار افضل وضع للصوت والصورة اللي موجود في الشاشة مهما كان المحتوى اللي موجود، بحيث لو عميل بيتفرج من الريسيفر الداخلي الموجود في الشاشة او بيتفرج من فلاشة او من اي هارد اكسترنال، بيقدر يختار احسن وضع واحسن وضع للصوت والصورة ليه، فبالتالي بتديني جودة صورة عالية جدا. مش بس كده، احنا مدعمين شاشاتنا باعلى تقنيات التصوير العالميه اللي موجوده على مستوى العالم، وهي تقنيه الدولبي فيجن اي كيو، ودي اعلى تقنيات سواء انا بتفرج على برامج اونلاين مشاهده او جايب افلام بتقنيه الدولبي فيجن. ميزتها ان هي بتبين لكل تفصيله في الصوره مهما كانت الاضاءه بتاعتها عاليه او اضاءه منخفضه. وعشان تجربه السينما تكتمل معانا في البيت مع الحجم الكبير 86 بوصه، دعمنا كمان الشاشه بتقنيه صوت الدولبي اتموس، ودي ميزتها ان هي بتديني صوت محيطي سراوند مع كل تفصيله في الصوت بتبقى باينه معايا بالكامل. مش بس كده، من ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي موجوده عندنا في الشاشه ان احنا حطينا سنسور اسمه الاي اي برايتنس، بيقدر يظبط لي اضاءه الشاشه على حسب اضاءه الغرفه. لو بتفرج في اضاءه مرتفعه بتقدر تعلي لي اضاءه الشاشه، لو في اضاءه منخفضه تقدر ان هي توطي لي اضاءه الشاشه عشان تبقى مريحه للعين اثناء الفرجه. ده زائد ان فيها نظام تشغيل سهل جدا للاستخدام اللي هو الويب او اس مع الماجيك ريموت، وده احسن حاجه بنقدر نستخدم واسهل حاجه نستخدم بيها الشاشه، سواء انا بتحرك على الشاشه بسهوله جدا او سواء بدي اوردر اوامر صوتيه للشاشه، ببحث عن برنامج، ببحث عن حاجه على اليوتيوب، عن فيسبوك، اقدر اجيبها بسهوله. كمان احنا بندعم في الشاشات عندنا باعلى تقنيات الجرافيكس، وده عشان محبين الجيمنج، وهي تقنيه فري سينك من شركه اي ان دي، ودي ميزتها ان بتديني كل الصوره وكل التفاصيل بتاعه الالعاب واضحه معايا، بحيث تكون شاشه كامله معايا في البيت سواء بتفرج على افلام او بتفرج على الرياضه او بلعب جيمنج تبقى موجود عليها. استاذ محمود عيسى، في البدايه بنرحب بحضرتك، وعايزينك تقول لنا ليه رشحت جارتك الاستاذه نورهان لمسابقه ابطال LG شهر مايو لشهر رمضان الكريم. اهلا وسهلا بحضرتك. رشحت استاذه نورهان، طبعا كانت عملت مبادره هي وزوجها كان اسمها انا في الخدمه. المبادرة دي كانت مشترك فيها أكتر من 50 شاب، بتعمل لهم محاضرات وتدريبات أونلاين، خدمة شنط غذائية للعمالة الغير منتظمة والمصابين، كانت توفرت أماكن للمرضى وللمصابين بكورونا يعني، وأماكن عزل، عملت خدمة رش وتعقيم المدارس والشوارع، عملت خدمة توعية على السوشيال ميديا وفي الشارع كمان. في رمضان كانت عملت خدمة برضو شرط افطار صائم للمصابين، وكانت عملت جهاز عرايس ووصلات مية، وكانت اخر حاجة كانت مبادرة بتاعت دعم المشروعات الصغيرة. حابب تقول ايه النهاردة لشركة LG اللي هي اصلا عاملة مبادرة الخير؟ انا بشكر طبعا LG على المبادرة الجميلة دي، بأتمنى لهم التوفيق والنجاح دايما، وبشكر فريق العمل والقائمين على المبادرة، وبأتمنى لهم دايما التوفيق والنجاح. بنرحب بالأستاذة نورهان سعد. شعورك إيه وإنت بتتكرمي النهاردة، خصوصا وإن عملك الخير هو كان سبب في فوزك؟ هو الحقيقة شعور بالامتنان لكل من غرس في قيمة الإيجابية، سواء والدي أو والدتي أو زوجي أو أساتذتي، شعور بالامتنان لكل اللي اتطوع معايا، سواء لكل اتطوع معايا أو اتبرع معايا لحد ما وصلت إن أنا الحمد لله قدرت إن أنا أعمل حاجة، لأن هم أصلا أصحاب الفضل يعني، وأنا وهم أصحاب الفضل وهم أصحاب التكريم، وأنا إن كنت بتكرم فأنا بتكرم هنا بالنيابة عنهم. وطبعا شعور
شعور بالامتنان لأستاذ محمود اللي رشحني للجائزة دي. طبعا أنا بشكره جدا طبعا وشهادة كبيرة منه. الحقيقة هي رسالتي اللي أنا حابة أن أنا أقدمها للشباب هي حاجة بسيطة جدا ملخص كده، كانت تجربة اتنشرت. التجربة دي كان مفادها هي كانت على الواقع المصري، وأثبتت التجربة أن العمل التطوعي بيقلل من الضغط النفسي والذهني والعصبي، كمان بيقوي الإرادة، كمان بيكسب المهارات والطاقة. كل ده بينعاد على الشخص بعد كده إن هو بينجح في حياته، وده بينال أثر عامة يعني في عمله، وكمان بينال المحبة بين الناس، وده بيظهر طبعا في حياته. طبعا كمان شعور بالامتنان لشركة LG على المبادرة الجميلة دي، لأن دي طبعا حاجة بتدل إن شركة LG من الشركات الرائدة الاجتماعية اللي بتساعد الشباب وبتميز النماذج الإيجابية اللي في المجتمع وبتوضح دورهم، وده إن يدل إن شركة LG هي شركة مميزة. وحقيقي ألف شكر على الهدية الجميلة دي من شركة LG يعني. وأنا طبعا بشكر فريق العمل القائم يعني على المبادرة، وإن شاء الله يعني يكون دايما في تقدم وإزدهار لشركة LG.